بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الأطعمة. وكنا قد توقفنا عند قول باب في الجمع بين لونين من الطعام. قال أبو داود رحمه الله: باب في الجمع بين لونين من الطعام. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وددت أن عندي خبزة بيضاء من برة سمراء ملبقة بسمن ولبن. فقام رجل من القوم فاتخذه فجاء به، فقال: في أي شيء كان هذا؟ قال: في عكة ضب. قال: ارفعه. قال أبو داود: هذا حديث منكر. قال أبو داود رحمه الله: هذا حديث منكر. والمحقق يضعف هذه الرواية، وهي كما ذكرنا رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وددت أن عندي خبزة بيضاء من برة سمراء ملبقة بسمن ولبن، أي تمنيت وأحببت أن يكون عندي هذه الخبزة البيضاء المصنعة من البرة السمراء، قال: ملبقة بسمن ولبن، ملبقة بسمن ولبن، أي مخلوطة خلطا شديدا بسمن ولبن. فقام رجل من القوم فاتخذه فجاء به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في أي شيء كان هذا؟ قال: في عكة ضب. قال: ارفعه. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأكل الضب، ما كان يأكل الضب، وكان يعافي ذلك ويقول أنه ليس من طعام قوي. كذلك أيضا في هذه الرواية التي يذكرها ابن عمر رضي الله عنهما، لما أتى ذلك الرجل بذلك الشيء الخبز البيضاء من البرة السمراء الملبقة بالسمن واللبن، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: في أي شيء كان هذا؟ قال: في عكة ضب، أي أنها كانت في جلد ضب، يبقى كانت محفوظة هذه السمن في جلد الضب، فلذلك قال له: ارفعه. قال له: ارفعه. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل ذلك الضب، يبقى كانت تنفر منه الطباع، قلنا ليس في حرمة ولكن هو حلال وأكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي أي حيوان بيذكى فجلده يبقى طاهر، أي حيوان بيذكى فجلده طاهر، إلا في حال أنه كان ميتا فجلده لا يطهر إلا بالدباغ، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب قد دبغ فقد طهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نقول إن بذكاة هذا الحيوان المأكول، نقول عند ذلك بتبقى كل أجزاء ذلك الحيوان طاهرة، منها الجلد، منها الجلد. قلنا كما يقوم الإنسان بذبح الشاة مثلا في الأضحية، يبقى جلد الشاة عند ذلك طاهر، جلد الشاة طاهر. قلنا لو ماتت هذه الشاة يبقى نقول جلد هذه الشاة نقول نجس حتى يطهر بالدباغ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفض ذلك الأمر قال: ارفعه، قلنا بناء على أنه كان محفوظ في جلد الضب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان طبعه ينفر من الضب ولم يكن بأرض قومه، كما قال وكما بينا صلى الله عليه وسلم. يبقى لما أمر الرجل برفعه ليس لنجاسة الجلد، ولكن نقول أن نفس النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعافي ذلك الضب. ثم يقول في ذلك الطيبين رحمه الله: هذا الحديث مخالف لما كان عليه من شيمته
صلى الله عليه وسلم. طبعا ذكرنا ان هي رواية ضعيفة، ان هذه رواية ضعيفة، وبالتالي كما يقول هذا الحديث مخالف لما كان عليه من شيمته صلى الله عليه وسلم. قال كيف قد أخرج مخرج التمني، ولذلك ومن هنا صرح أبو داود بكونه منكرا، وأن لأن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وددت أن عندي كذا وكذا من متاع الدنيا، ولكن لو قال وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، يبقى دي اللي كانت نقول وددته، دي هي الأمنية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما كان يشتهي هذه الأشياء، هو يحب كان الذراع، فإن قدم له الذراع أكل، وإن لم يقدم له الذراع فكلنا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يعيب طعاما قط. ثم ذكر رواية أخرى وهو باب في أكل الجبن أو الجبن، قال باب في أكل الجبن أو الجبن. قال في رواية أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجبنة في تبوك فدعا بسكين فسمى وقطع، فدعا بسكين فسمى وقطع. بيذكر هنا أيضا أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجبنة في تبوك فدعا بسكين فسمى وقطع، يبقى قرص من الجبن، وده دلالة على طارة الأنفحة التي لأنه لو كانت نجسة لكان الجبن نجسا لأنه لا يحصل إلا بها، يبقى طارة الأنفحة لأنها لو كانت نجسة لكان الجبن نجسا لأنه لا يحصل إلا بها، وبالتالي لذلك قالوا حتى لما كانت بتأتي من أرض الروم، كانت بتأتي من أرض الروم وذبائح هؤلاء، يبقى أو كانت بتأتي من أرض فارس فهذه ذبائح هؤلاء نجسة، ولكن على ذلك الجبن لا يصنع إلا من هذه الأنفحة، وبالتالي ذكروا طهارة هذه الأنفحة لأنه لو كانت نجسة وهي التي يصنع منها الجبن أو يصنع من خلالها الجبن، لا على ذلك لم تنع النبي صلى الله عليه وسلم من أكلها. ثم ذكر باب آخر وباب في الخل، ذكر في رواية عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نعم الإدام الخل، قال نعم الإدام الخل. كذلك أيضا في رواية أخرى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال نعم الإدام الخل. قال بذلك الإمام النووي رحمه الله نعم الإدام، الإدام قال ما يؤتدم به، يبقى ما يؤتدم به نزاي بالضبط كده، احنا بناكل بالخبز مثلا صنف كذا، يبقى ده احنا بنؤتدم به، ده اللي احنا بنؤتدم بذلك الصنف، يبقى نقول بنؤتدم بالجبن بنؤتدم بكذا، يبقى هذا ما يؤتدم به، نعم الإدام الخل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في ذلك الإمام الخطابي رحمه الله معنى هذا الكلام مدح الاقتصاد في المأكل، ويبقى مدح الاقتصاد في المأكل ومنع النفس عن ملذ الأطعمة، كأنه يقول ائتدموا بالخل وما كان في معناه مما تخف منته ولا يعز وجوده ولا تتأنقوا في الشهوات فإنها مفسدة للدين مسقمة للبدن، يبقى على ذلك قال معنى الكلام نعم الإدام الخل، والمطلوب أن الإنسان لا يحقر شيئا من الأطعمة، يعني الإنسان ما ينبغي أن يزدري أو يحقر نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، نعم الإدام الخل، قلنا لأنه من الممكن أن تكون من الأطعمة الحقيرة عند الناس، ممكن أن تكون من الأطعمة الحقيرة عند الناس، فلذلك قال نعم الإدام الخل، قلنا حتى لا تحقر شيئا من نعم الرب سبحانه وتعالى ولا تحقر شيئا من الأطعمة. نقول من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لو كان مقبل على ذلك الطعام طعم، وإن لم يكن مقبل على ذلك الطعام أمسك، فكان من هدي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يعيب طعاما قط، ما يعيبش أي طعام من هذه الأطعمة، والله لو النفس كده أتت على ذلك الطعام نأكل، إن لم تأكل أو إن لم تأتي النفس على ذلك تمسك، ولكن لا تعلق أي نوع من أنواع التعليقات على هذه الأطعمة، وبالتالي نقول الإنسان لا تحقر من نعم الله تبارك وتعالى شيئا ولا تزدري نعم الرب سبحانه وتعالى حتى لا تزول
من عند ذلك الإنسان. ولذلك ما يقول الإمام الخطابي رحمه الله معنى هذا الكلام مدح الاقتصاد في المأكل. يبقى المأكل كده يكون بسيط، المأكل أن يكون بسيطا، ومنع النفس عن ملذ الأطعمة. قلنا طبعا النفس لها عيوب، لها عيوب ولها آفات، وبالتالي نقول النفس دايما بتتمنى وبتشتهي، وبالتالي لو سعى الإنسان خلف هذه الشهوات عند ذلك لانشغل بالدنيا عن طلب الآخرة. لو سعى الإنسان كده عشان يحقق شهوات النفس، نقول شهوات النفس لا تنتهي، شهوات النفس لا تنتهي، النفس تهفو لذلك الطعام. قلنا حتى لو تمكن من ذلك الطعام انتقل إلى شهوة أخرى يجري وراء هذه الشهوة، انقضت هذه الشهوة يجري وراء الأخرى. نقول ده حال الإنسان لو سلم نفسه لنفسه، فعند ذلك نقول يسعى لتحقيق ملذات شهوات تلك النفس. ولكن نقول تقف على عيوب النفس، على آفات النفس، ولابد نقول أن يربي الإنسان تلك النفس التي نقول تدعوه دوما إلى تحقيق تلك الملذات والشهوات. فعلى ذلك قال معنى هذا الكلام مدح الاقتصاد في المأكل ومنع النفس عن ملذ الأطعمة، كأنه يقول اتجهوا بالخل وما كان في معناه. قلنا طعام بسيط، طعام بسيط، وهو أصلا كده نقول يا ترى الطعام ليه؟ ده الطعام دي احنا بنسد به الجوع اساسا. يعني هذا الطعام كما بينا قبل ذلك احنا لو سالنا هذه المعده يعني ما دخل فيها نقول هي لا تعي ولا تستطيع ان تميز بين هذه الاطعمه، كلها بتتساوى في تلك المعده. وبالتالي نقول انت لا تفرق. لو تقي الانسان يعني هذه الطعام الطيب الذي كان يشتهي لو تقيه لتساوى مع غيره من الاطعمه. انت لا تستطيع ان تقي الانسان ان تميز بين ذلك القي وغيره، ولكن نقول هذا القي كله يتساوى فيه الاطعمه، وتستحيل هذه الاطعمه داخل نقول المعده. نقول والله لو طعم اللحم، لو طعم الخبز، لو طعم كذا، هنجد ان هو اساسا كل الطعام ده بيستحيل لصوره واحده، كل الطعام ده بيستحيل الى صوره واحده. فلو تقي الانسان لا تقوى ابدا ان تقول انه طعم كذا وكذا، نقول لا تقوى على ذلك. يبقى كل الطعام بيتساوى، يعني نقول كل ما في الامر شهوه الطعام يعني بتتمثل في ذلك المذاق، فتمثل في ذلك المذاق. اول نقول ما يقوم الانسان بالبنع ينسى ذلك المذاق. يبقى ممكن يشتهي مثلا طعام كذا، لو طعم ذلك الطعام نقول بمجرد ان هو لاك ذلك الطعام ثم يعني دفعوا الى جوفه، دفعوا الى المعده، عند ذلك يتساوى كل هذه الاطعمه. وبالتالي لا تسعى الى هذه الشهوات التي تنقضي، نقضي الاعمار من اجل الحصول على المال، للحصول على شهوه تنقضي سريعا، ويستحيل ذلك الطعام بالصوره التي نعلمها. لذلك يبقى الانسان لا تحقر من الطعام شيئا، لا تحقر من نعم الله تبارك وتعالى شيئا. ولذلك قال نعم الإدام الخل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قال يعني إياك وتتبع شهوات النفس فإنها مفسدة للدين، يبقى مفسدة للدين. قلنا لأن الإنسان هيسعى لتحقيق الشهوات، هيسعى، وبالتالي ممكن أساسا يطغى ذلك على دين الإنسان، بيطغى ذلك على دين الإنسان. أي شهوة من الشهوات، شهوة جمع المال، شهوة كذا النساء، شهوة الطعام، كل دي شهوات، كل دي شهوات. حتى لو كان المباح منها شهوة الطعام مثلا، ولكن نقول هو بيجتنب المحرمات، يجتنب المحرمات، ولكن مع ذلك تسعى. يعني انقضت شهوة من هذه الشهوات نقول عند ذلك ظهرت الشهوة الثانية، يسعى إلى تحقيقها، انتهت تأتي الشهوة الثالثة، يسعى إلى تحقيقها، كأنه أساسا هو موجود وما خلق إلا لتحقيق رغبات النفس وملذات النفس وشهوات النفس. نقول على ذلك قضية المسلم قضية أعلى من ذلك، قضية المسلم أعلى من ذلك. والطعام إحنا بنقتاد بهذا الطعام لنتقوى به على العبادة، يبقى الطعام ده أساسا لكي نتقوى به على العبادة. ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الزراعة، فإن وجد أكل وإن لم يوجد على ذلك كان يطعم ما قدم إليه صلى الله عليه وسلم. يبقى الإنسان ممكن يحب اللحم كده، ولكن الله وجد اللحم أكلناه، لم يوجد اللحم يبقى طعمنا ذلك الطعام الذي أمامنا، طعمنا ذلك الطعام الذي أمامنا. لكن لا نحقر ولا نزدري تلك النعم، لا نزدري تلك النعم التي أنعم بها
علينا ربنا سبحانه وتعالى. قال ونقل نووي كلمة الخطابية ثم قال الصواب الذي ينبغي أن يفهم به أنه مدح للخل نفسه. وأما اقتصاد المطعم وترك الشهوات فمعلوم من قواعد أخرى, يعني اقتصاد في المطعم وترك الشهوات فمعلوم من قواعد أخرى, يعني كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وحسب الندم لقيمات, يعني حسبك لقيمات إحنا يتقوى بها الإنسان على طاعة ربه سبحانه وتعالى. وقلنا أن المسلم له نية في كل شيء, يعني له نية في كل شيء, فحتى عند الطعام يبقى نية الإنسان المسلم هو أن يتقوى بذلك الطعام على طاعة الله تبارك وتعالى. ثم ذكر باب آخر وباب في أكل الثوم. ذكر رواية عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا, فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا, مسجدنا وليقعد في بيتي, وإنها أتي ببدر فيه خضروات من البقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابك أنا معه, فلما رأوا كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي, قال فإني أناجي من لا تناجي. كذلك أيضا في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الثوم والبصل وقيل يا رسول الله وأشد ذلك كله الثوم أفتحرمه, فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا ومن أكله منكم فلا يقرب هذا المسجد حتى يذهب منه ريحه. أيضا في رواية عن زر بن حبيش رحمه الله عن حذيفة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تفل اتجاه القبلة جاء يوم القيامة تفلو بين عينيه, ومن أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا ثلاثا, قال فلا يقربن مسجدنا ثلاثا. كذلك أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن المساجد, من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن المساجد. كذلك أيضا ذكر في رواية عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال أكلت ثوما فأتيت مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبقت بركعة, فلما دخلت المسجد وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريح الثوم, فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن حتى يذهب ريحها أو ريحه, قال فلما قضيت الصلاة جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله والله لا تعطيني يدك, قال فأدخلت يده في كم قميصي إلى صدري فإذا أنا معصوب الصدر, قال إن لك عذرا. ثم ذكر أيضا رواية عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أتان شجرتين وقال من أكلهما فلا يقربن مسجدنا, وقال إن كنتم لابد أكلوها فأميتوهما طبخا, قال فأميتهما طبخا, قال يعني البصل والثوم, يعني البصل والثوم. كذلك أيضا في رواية عن علي رضي الله عنه قال نهي عن أكل الثوم إلا مطبوخا, نهي عن أكل الثوم إلا مطبوخا. ثم ذكر رواية عن أبي زياد خيار بن سلمة أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن البصل قالت إن آخر طعام أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام فيه بصل, قال المحقق هذه رواية ضعيفة, هذه رواية ضعيفة. بيذكر هنا باب في أكل الثوم, في أكل الثوم والبصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا قال فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته, يبقى من أكل هذا الثوم أو ذلك البصل دون طهي دون طبخ وإنه يبقى ني, فعلى ذلك قال فليعتزل هذا المسجد, نقول لأنه تصدر منه رائحة كريهة يتأذى منها الإنسان, رائحة كريهة يتأذى منها الإنسان, ولذلك قال فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول لو أكل على الرغم من هي نقول هذا طعام طاهر طعام حلال
طعام حلال، ولكن لما تصدر منه هذه الرائحة الكريهة التي ينفر منها الإنسان، فعند ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتزل المسجد. قال العلماء النهي عن مسجد النبي، ترى قال بعض العلماء أن النهي عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ولكن يعني الجمهور حجة الجمهور فلا يقربن مساجدنا، قال فلا يقربن مساجدنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنه من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل المسجد ولا يأتي إلى المسجد طالما هذه الرائحة ما زالت تصدر منه، ما زالت هذه الرائحة تصدر منه فليعتزل المسجد. وبالتالي معنى الكلام لو أتى فعند ذلك كان آثما، كان آثما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه على أن يأتي المسجد وهذه الرائحة ما زالت تصدر منه. قال على ذلك في هذه الرواية أنه أتي ببدر فيه قال خضروات من البقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال قربوها أي إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رأه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. يبقى لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتقديم هذا الطبق الذي به تلك البقول إلى بعض أصحابه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأوا كره أكلها، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الصحابي كره أن يأكل من هذه الطعام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطعم منه، قال كل، فقال كل فإنه ناجي من لا تناجي. قلنا على أساس أن الوحي بينزل على النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم، الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال له كل فإنه ناجي من لا تناجي. الوحي بينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وملوش موعد ينزل ذلك الوحي، يبقى لم ينزل لا ينزل هذا الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأمر ربك سبحانه وتعالى، متى ينزل هذا الوحي؟ وبالتالي بقى في أي وقت شاء الله تبارك وتعالى. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتنع نقول عن أكل ذلك البصل والثوم، وعلى ذلك نقول لماذا؟ أنه يناجي من لا نناجي، يبقى على أساس الملائكة بتنزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة تتأذى مما تأذى منه ابن آدم كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا لما ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الثوم والبصل وقيل يا رسول الله وأشد ذلك كله الثوم أفتحرمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوه هو حلال يعني، ومن أكله منكم فلا يقرب هذا المسجد حتى يذهب منه ريحه. يبقى مش أكل فقط البصل أو الثوم وبالتالي نقول أكلنا ثوما أو بصلا وبالتالي حننتهي عن الإتيان للمسجد، نقول الكلام ده إن لم تنقطع الرائحة، فإن أكل من أكل ثوما أو بصلا ثم قطعت هذه الرائحة يبقى يأتي المسجد طالما قطعت الرائحة، قطعت الرائحة سواء نقول قطعت بطول المدة أو باستعمال ما نقطع به تلك الرائحة، يبقى باستعمال نحن بعض الأطعمة بتقطع بها الرائحة أو أنه بطول المدة بتقطع هذه الرائحة، من أكل بصلا أو ثوما يعتزل المسجد طالما أن الرائحة ما زالت يعني بتنبعث من فم ذلك الإنسان. ونقول على ذلك قس على ذلك أي روائح بقى كريهة، أي روائح كريهة، قلنا زي رائحة الدخان نقول ده أولى بالمنع، يبقى نقول الإنسان بيشرب الدخان وبالتالي تصدر منه هذه الرائحة الكريهة، يبقى رائحة نقول ده هذه الرائحة الكريهة التي منع النبي صلى الله عليه وسلم بسببها أن يأتي رجل المسجد، نقول شجرة، نقول يعني هذا طعام حلال، طعام حلال، ولكن لما بتصدر منه هذه الرائحة الكريهة منع النبي صلى الله عليه وسلم من طعم الثوم والبصل أن يأتي المسجد. طب اللي بيشرب سجاير يعني بيشرب هذه المحرمات تصدر من الرائحة الكريهة دي، ده أولى وأحرى، يعني هذا أولى وأحرى أن يمنع من الاتيان إلى المسجد، أن يمنع من الاتيان
إلى المسجد ولا أنها رائحة. نقول حتى لو كان ذلك الإنسان يقول بيصلي مع مجموعة من المدخنين ولا يكرهون ذلك الأمر، نقول على ذلك الملائكة تتأذى مما تأذى منه ابن آدم. لذلك كما ذكر البعض، يا ترى لو كانت مجموعة أكلت ذلك البصل والثوم، هل يا ترى في الحالة دي هم الذين يأتون المسجد فقط، هل يا ترى في الحالة دي يبقى يأتون المسجد على تلك أن قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى من أكل من هذه الشجرة فلا يأتي المسجد، قلنا حتى تذهب هذه الرائحة. نقول هم أساسا يبقى لا يأنف أحد منهم من هذه الرائحة، نقول الملائكة تتأذى، يبقى الملائكة تتأذى مما تأذى منه ابن آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيضا في رواية قال من تفل اتجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه، فعلة محرمة، ومن أكل هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا. قال ثلاثا، يبقى قال يبقى من أكل من هذه البقلة الخبيثة، سميت خبيثة ليس لأنه طعام خبيث، ولكن خبيثة قلنا على أساس أن الرائحة التي تصدر منها رائحة كريهة بسببها، منع النبي صلى الله عليه وسلم من طعم من هذه الشجرة أن يأتي إلى المسجد، فأصبحت خبيثة من ذلك الوجه. لكن هي نقول طعام طيب أو طعام مباح، طعام طاهر، طعام مباح، لكن نقول لما تصدر منه الرائحة دهية اللي منعت الإنسان من الاتيان للمسجد فأصبحت خبيثة، لأن بسببها حرم هذا الأجر، بسببها حرم ذلك الأجر. فعلى ذلك قال ومن أكل هذه البقلة خبيثة فلا يقربن مسجدنا. قال ذلك ثلاثا تأكيدا على المعنى. وذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بالكلمة كان يكررها ثلاثا لكي يفهم عنه. يبقى قال ومن أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا، ومن أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا. كرر ذلك ثلاثا صلى الله عليه وسلم لكي يؤكد على ذلك المعنى. قال لا يقربن مسجدنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو مساجدنا. يبقى على ذلك ننتبه، يبقى نقول هذه شجرة أو بقلة خبيثة أو شجرة خبيثة، على ذلك نقول ليس لأنها حرام ولكن لأنها منعت هذا الإنسان من الخير والثواب، منعت هذا الإنسان من الخير والثواب، حرم من ثواب الجماعة، حرم من ثواب الجماعة. وبالتالي نقول طالما أن الرائحة ما زالت تصدر من ذلك الإنسان، لكن لو طعم من البصل مثلا أو الثوم الغير مطبوخ، قلنا لأن طبعا بالطبخ بتنتهي رائحته، بالطبخ أساسا بتنتهي رائحته، لكن لو أكل ذلك هذه من هذه البقلة وهو ني دون طهي فعلى ذلك تصدر منه الرائحة. فنقول على ذلك لو انقطعت الرائحة يأتي إلى المسجد، قلنا قطعة الرائحة إما بطول المدة أو باستعمال أي أطعمة نقطع من خلالها هذه الرائحة، نقطع من خلالها هذه الرائحة. كذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مذكورة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من أكل هذه الشجرة فلا يقربن المساجد، قال من أكل هذه الشجرة فلا يقربن المساجد. كذلك أيضا في رواية عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال أكلت ثوما فأتيت مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبقت بركعة، فلما دخلت المسجد وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريح الثوم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال من أكل هذه الشجرة فلا يقربن حتى يذهب ريحها أو ريحه. قال فلما قضيت الصلاة جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله والله لا تعطيني يدك. قال فأدخلت يده في كم قميصي إلى صدري فإذا أنا معصوب الصدر، قال إن لك عذرا. يعني هو ما كانش واجد غير هذا الطعام، ما كانش واجد غير هذا الطعام، وبالتالي يبقى ليه عذر إن هو أكل من ذلك الأمر، ما كانش مقصده إن هو شهوته دفعته إلى أن يطعم من البصل مثلا أو الثوم، ولكن هو لم يجد إلا ذلك الطعام، لم يجد
إلا ذلك اطعم. وبالتالي يبقى على ذلك نقول يعني كان في حال جوع شديد، وعلى ذلك نقول إن هو اضطر إلى أن يأكل من ذلك الأمر. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل هذه الشجرة فلا يقربن المساجد. يبقى طالما أن الرائحة ما زالت تصدر من فيه ذلك الإنسان فعلى ذلك يعتزل صلاة الجماعة، يعني بيعتزل صلاة الجماعة عند ذلك. ولذلك قال إن كنتم لابد آكلوها فأميتوهما طبخا. قلنا لأن بالطهي أساسا بتنقطع الرائحة، بتنقطع الرائحة، ولكن كإن كان ليان فالرائحة ما زالت تصدر ممن طعم من البصل أو الثوم أو كراث بقى أو أي أطعمة بتصدر منها أمثال تلك الرائحة. نقول الكراث أيضا الفجل مثلا إن كان بتصدر منه هذه الرائحة يبقى على ذلك لو كانت حضرت أو جاء وقت صلاة الجماعة والرائحة ما زالت بتنبعث من في من أكل من هذه الأطعمة ولم تنقطع الرائحة يبقى عند ذلك لا يقرب المسجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حيحرم من صلاة الجماعة، حيحرم يقول الله مش يعني حنأتي عشان لا أحرم صلاة الجماعة، يأثم. قلنا يأثم لأنه وقع في هذا المحظور الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك ترى يبقى نقول دايما يعني تنتبه يعني ما لا تنشغل عن صلاة الجماعة. شاهد الإنسان نقول لهذا الطعام يعني تنتبه دايما لو طعمنا من ذلك الطعام هنحرم من ذلك الأجر والثواب. يبقى دايما لنا حسابات، مسلم كده له حسابات. نقول والله انت هتحرم بالبصل او كذا، نقول البصل هيمنعك من كذا. يبقى لابد ان احنا نفهم المساله. يبقى نقول والله الشهوه بتدفع الانسان يعني ليه شهوه ورغبه ان ياكل ذلك البصل. يبقى دايما كده قيس المساله، والله المده كافيه ان تذهب الرائحه يبقى على ذلك ممكن تطعم، ده المده غير كافيه حتى صلاه الجماعه ولسه الرائحه ممكن تنبعث منا. يبقى على ذلك قيم المساله، يعني ترى ممكن نضحي بالدرجات، ممكن نضحي بالثواب، لا ده نضحي بشهوتي، يعني نضحي بهذه الشهوه. قلنا لان المسلم لابد ان يكون مالكا لنفسه ولارادته، يعني المسلم لابد ان يكون مالكا ضابطا كده يبقى لارادته وشهوته. وبالتالي احنا في الصوم نتعلم الكلام ده، احنا لما نيجي نصوم يعني انت بتترك هذه المألوفات، وبالتالي بنقوي جانب الإرادة، جانب الإرادة. نقول مهما كان هذا الطعام شهيا فعلى ذلك أقول يبقى إحنا بنؤدي هذه الطاعة، نؤدي هذه الطاعة. قلنا حتى لو كانت من صوم النافلة، يعني في صوم النافلة مثلا إنسان اشتهى طعاما، اشتهى طعاما، فعلى ذلك يبقى لابد من التدريب، تدريب النفس كده وحمل النفس على طاعة الله تبارك وتعالى. وده ضد رغبات النفس، يعني ده ضد رغبات النفس، فده طبعا ما فيش شك تقوية لإرادة الإنسان، تقوية لإرادة الإنسان. ولا تسير خلف الشهوات حتى تحرم من ذلك الثواب، يبقى ما تسيرش خلف الشهوات كده عشان تحرم الثواب. تقول على الرغم انك انت لو اكلت من ذلك الامر لا حرج، ده مباح، طعام طائر وطعام مباح اساسا، لكن انظر الى الثواب الذي يفوت من الانسان. طب الثواب ده فات منك ازاي؟ نتيجة ان انا اساسا سرت خلف هذه الشهوة، سرت خلف هذه الشهوة. مش كل ما يشتهي الانسان يفعله، وعلى ذلك لكن دايما كده لك حساب، لنا حسابات في موازين. يبقى نقول مقابل هذا الامر احنا نترك الطاعة دي او هنترك صلاة الجماعة، هيفوت منا هذه الدرجات وذلك الثواب. نقول لا، يبقى ما يفوتش منا ذلك الثواب. يبقى على ذلك شهوة النفس نقوى على علاجها ونقوى على دفعها، لكن لا يفوت منك ذلك الثواب، هتحرم من ذلك الثواب وذلك الأجر. مش صلاة الجماعة فقط اللي انت هتحرم منها، ده انت حتى الخطوات اللي هنخطو بها الى المسجد هنحرم من ذلك الثواب. ما لو توضأ الانسان في بيتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن الوضوء ثم خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة، فكل خطوة احنا بنخطو بيها ترفع بها درجة وتحط عنك ايه خطيئة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ده بالإضافة للثواب اللي حيفوت مننا من ثواب الجماعة. صلاة الجماعة طبعا بتفوق صلاة الفذ ب 27 درجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الدرجات دي بتاع صلاة الجماعة
شيء، وفي أيضا نقول يعني ثواب آخر حيفوت منك. يبقى لأن الإنسان لو توضأ فأحسن وضوء ثم خرج من بيته لا يقصد إلا الصلاة، كل خطوة حنرفع بها درجة وحتعط عنا إيه خطيئة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. شو بقى الثواب ده؟ ثواب أيضا حيفوت منك، هذا ثواب حيفوت منك. يبقى على ذلك نقول ده مجموعة من الثوابات كده هتفوت من هذا الإنسان، مجموعة من الحسنات هتفوت من ذلك الإنسان. كل ده نقول نتيجة إن شهوة الطعام كده منعته وحرمت هذا الإنسان من هذه الحسنات، يبقى شهوة الطعام. فعلى ذلك يبقى الإنسان يبقى لابد من تقييم للخطوات وتقييم هذه الأفعال. يبقى ده مقابله إيه؟ يبقى ترى أنت تضحي بالحسنة دي، ده هي الحسنة، هي يعني نقول هي التي حيثقل بها الميزان. لكن نقول لو صار الإنسان خلف الشهوات مش بتنتهي، لو صرت خلف النفس كده شهوات النفس لا تنتهي، يعني لا تنتهي، كأن هذه الشهوة اللي هو حتبقى بارزة أمامك. فكأن لما أحصل على كده يعني إن شاء الله تعالى أنا حبقى مالك لنفسي، أقول لك لا، ده أنت لو أجبت النفس يبقى على طول نقول هتبرز شهوة أخرى، شهوة ثالثة، شهوة رابعة، لا ينتهي أبدا يعني سير هذه الشهوات، ولا ينتهي أبدا بروز هذه الشهوات أمام النفس، وأنت هتتبع النفس عند ذلك وحيفوت عنك ذلك الثواب. فعشان كده إحنا بنتعلم من الصوم إن إحنا بنترك المألوفات، وده بيقوي جانب الإرادة عند الإنسان، بيقوي جانب الإرادة. نقول مهما كانت نقول يعني هذه الأطعمة التي تعرض على الإنسان، ومهما كانت يعني شهية الإنسان لهذه الأطعمة، لكن الصوم العبادة فبتعلم الإنسان يبقى مالك لإرادته. مفيش عادة من العادات دي ممكن أساسا تتحكم في الإنسان، مفيش عادة من هذه العادات بتتحكم في الإنسان، قلنا لأن حساباته كلها بتكون للآخرة. يبقى دايما كده حساباتنا بتكون دايما للآخرة، دي الكفة الراجحة. يبقى لما يتعارض يعني الدنيا مع الآخرة أيهما تقدم؟ يبقى لازم التدريب كده العملي الشاق على ان احنا نقدم الآخرة لما في ذلك من المنن والرحمات والدرجات عند الله عز وجل. فعلى ذلك لا تفوت منا كنتيجة لاتباع شهوة النفس. كذلك أيضا في رواية عن أبي زياد خيار بن سلمة أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن البصل، فقالت إن آخر طعام أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام فيه بصل. قال المحقق أنها رواية ضعيفة، أو أنها تحمل طعام فيه بصل اللي هو بصل مطبوخ، هذا البصل المطبوخ. لذلك في الرواية التي تسبق هذه الرواية، رواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهي عن أكل الثوم إلا مطبوخا، قال نهي عن أكل الثوم إلا مطبوخا. قلنا يبقى النهي ده كراهة تنزيهية مش كراهة تحريمية، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم هذه الشجرة، لكنها نقول طعام مباح طعام طاهر، ولكن قال من أكل الثوم والبصل فلا يقربن المساجد. يبقى عشان الرائحة، وأن حتى ينقطع الريح كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي رواية نهي عن أكل الثوم إلا مطبوخا تحمل على الكراهة التنزيهية، تحمل على الكراهة التنزيهية وليس التحريمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الثوم والبصل يبقى هذه الرائحة تمنع الإنسان أن يأتي إلى المسجد حتى لا يتأذى يعني باقي المسلمين. وقلنا حتى لو لم يتأذى المسلم من ذلك، لكن نقول الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. قال يبقى ده نهي تنزيه، يبقى نهي عن أكل الثوم إلا مطبوخا، يبقى نقول يبقى النهي ده نهي تنزيه وليس أو كراهة تنزيهية، ليس كراهة للتحريم، بدلالة أن الصحابة رضي الله عنهم منهم من كان يأكل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل هذه الشجرة فلا يقربن المساجد، قلنا بسبب الرائحة فقط. قال وأحاديث الباب تدل على جواز أكل الثوم والبصل مطبوخا كان مطبوخا كان أو غير مطبوخ.
يبقى على ذلك يبقى هي فيها كراهية حضور المساجد نتيجة وجود الريح. لو انقطعت الريح يبقى عند ذلك نقول لا حرج، لا حرج ان هو يطعم الانسان الثوم والبصل ما طالما ان هو تقطع هذه الرائحة لما يأتي وقت الصلاة. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب في التمر، قال باب في التمر. ثم ذكر رواية عن يوسف ابن عبد الله بن سلام قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كثرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة وقال هذه إدام هذه، قال هذه إدام هذه. كذلك أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم بيت لا تمر فيه جياع أهله، قال بيت لا تمر فيه جياع أهله. فبيذكرنا باب في التمر وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة وقال هذه إدام هذه، يبقى نعمل إدام الخل. يبقى إحنا نقول كده يبقى نطعم هذا الخل عن طريق الخبز كده، زي ما الإنسان بيأكل مثلا جبن تأكله بإيه بالخبز، يبقى ده إدام، إدام الخبز ده الإدام. هنا برضك التمر زي ما الإنسان بيأكل عجوة بالعيش مثلا أو بالخبز، يبقى نقول إن العجوة دي أو التمر ده إدام، هذا إدام، يبقى ما يعتدم به الإنسان الشيء اللي احنا بنغمسه يعني، يبقى ده اسمه إدام. بغض النظر بقى إن كان والله يعني من تمر، إن كان خل، إن كان زيت، إن كان أي شيء بقى شيء مطي مطبوخ، يبقى ده ما يعتدم به الإنسان، يبقى هذا هو إدام، هنسميه إدام، نعمل إدام الخل. وكذلك أيضا هنا قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة وقال هذه إدام هذه، يبقى ده يعتبر إدام، يعتبر يعتدم به الإنسان. كذلك أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم بيت لا تمر فيه جياع أهله، قلنا لأن التمر ده كان قوت هؤلاء القوم، يبقى التمر كان هو قوتهم، يبقى قوت اللي هم بيقتتوا به كان مسألة دي التمر، يبقى التمر والماء، فلذلك قال لأن التمر كان قوت هؤلاء القوم فإذا خلى منه البيت جاع أهله، يعني قال أهل كل بلدة بالنظر إلى قوتهم يقولون كذلك، يبقى بيت لا تمر فيه قلنا جياع أهله، نقول مثلا بيت لا أرز فيه يبقى جياع أهله، على حسب بقى نوع القوت اللي هم غالب قوت الناس، غالب قوت الناس، فكان غالب قوت هؤلاء التمر، طب ما فيش تمر يبقى ما فيش قوت، فلذلك بيت لا تمر فيه جياع أهله، يبقى لأن ده كان القوت. وهنا والله القوت هنا مثلا أدي الأرز، يبقى لذلك قال وأهل كل بلدة بالنظر إلى قوتهم يقولون كذلك، يقولون كذلك. وقال طيبين لعلهم حث على القناعة في بلاد كثرة فيها التمر، يعني قال كأنه حث على القناعة، بيت لا تمر فيه جياع أهله، ممكن الإنسان يبقى عنده تمر ويقول أنه أساسا ما عندهش شيء، يقول لا انتبه يعني عندك ما تقتد به، يبقى عندك ما تقتد به، وبالتالي ننتبه دائما إياك وأن تزدري أو تحقر من نعم الرب سبحانه وتعالى، إياك أن تحقر من نعم الرب سبحانه وتعالى. الإنسان ممكن يكون عنده كده يقول لك ما عندناش أكل، ما عندناش طعام، وانت لو فتشت اساسا هتجد عنده مثلا عنده ارز، عنده مكرونه، عنده كذا، لكن يقول لك ما عندناش اكل، ما عندناش طعام. على ذلك يعني الانسان ينتبه، ولذلك كما قال البعض لعله حث على القناعه، يعني حث على القناعه، انتبه انت عندك طعام اساسا، وبالتالي لكن قد لا يعد الانسان هذا طعاما مثلا، يعني هو الطعام عنده لابد ان يكون فيه اللحمه او كذا او كذا، ولكن هو يشعر انه فقير، لماذا؟ لأنه عنده أرز، عنده مكرونة، عنده كذا، فهو يشعر أنه فقير. فقير لماذا هو فقير؟ لأنه لم يطعم اللحم إلا مرة مثلا في الأسبوع أو مرة في الشهر، فعلى ذلك هو فقير. نقول على ذلك ده الإنسان لو قاس نفسه على الصحابة رضي الله عنهم، يعني بون شاسع بيننا وبين الصحابة رضي الله عنهم، وبون شاسع بيننا وبين الصحابة في رؤية الدنيا، يعني بيننا وبين الصحابة نقول بون شاسع. الإنسان لو كده أكل مثلا أسبوع بغير لحم يشعر أنه زاهد، أشعر أننا في حال الزهد كبيرة جدا،
زاهد ليه؟ عشان احنا لم نطعم اللحم هذا الاسبوع. نقول على ذلك طبعا مفاهيم كلها مغلوطة، يعني دي كلها مفاهيم مغلوطة، يعني وضع الانسان كده نقول ان هو تعريفات لهذه المصطلحات وبالتالي تعامل بها مع نفسه. ايه الزهد؟ ان هو ما اكلش اللحم بقاله شهر مثلا، بقاله اسبوع، فده يبقى راجل زاهد، راجل زاهد. فعلى ذلك اللي انتبه، شو ده الزهد؟ ابدا، شو ده الزهد؟ وشو ده الفقر اساسا اللي احنا بننظره؟ هذا فقر، فقر ما مش واجد للطعام، مش واجد نقول للحاجات الأساسية، لكن الإنسان واجد، ولكن احنا اعتدنا على تحقير هذه الأشياء، تحقير هذه الأشياء، وبالتالي عندنا الأشياء دي نشعر ان احنا فقراء، ليس عندنا طعام، ليس عندنا طعام. وبالتالي انظر، بيت لا تمر فيه جياع أهله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى فيه تمر يبقى أهله مش جياع، في تمر يبقى عندهم قوته، يبقى عندهم قوت. ما تقولش ان انا بقى والله انا مثلا ما عندناش قوت، لا ده انت عندك قوته، يتمثل في التمر اللي هو كان قوت هؤلاء القوم. وبالتالي يبقى اي طعام من هذه الاطعمه هذا قوت. نقولش الله ما عندناش شيء، لا ده احنا عندنا اهو، عندنا نقول يعني ما يكفينا ايام، ايام طويله، ما يكفينا أيام طويلة. ثم ذكر باب آخر، وباب في تفتيش التمر المسوس عند الأكل. يبقى باب في تفتيش التمر المسوس عند الأكل. ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر عتيق فجعل يفتشه يخرج السوس منه. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر عتيق فجعل يفتشه يخرج السوس منه. كذلك أيضا في رواية عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالتمر فيه دود، فذكر معناه كان يؤتى بالتمر فيه دود، فماذا يفعل؟ فجعل يفتشه يخرج السوس منه أو يخرج الدود منه. يعني صورة، يعني انظر إلى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا لما بنجد التمرة كده فيها سوس يعني نقول هنبعدها عن النظر، مش هنبعدها عن الفم، هنبعدها عن النظر تماما. نقول هيشعر الإنسان كده كأنه بالغثيان لما يرى هذه الدودة تخرج من التمر. ولكن هنا كان يفتشه صلى الله عليه وسلم ويخرج السوس منه. وفي رواية كان يؤتى بالتمر فيه دود، فذكر معناه. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك.